ابويا 82 سنه، الحجه 76 سنه. طلعنا تحت القصر في تحت النار، طلعنا فكرنا في امن وامان. وصلنا هان لا ماكل ولا مسكن ولا مشرب، لا في ميه ولا في غذاء ولا حد مدور. الحج مريض سكر، مريض قلب، عنده قلب مفتوح، عنده ضغط، علاجه مستمر، فيش علاج موفق. الحج نفس الشيء، سكر، ضغط، فيش علاج موفق، فيش غذاء ياكلوه اصلا هما اثنين. اذا كان الاكل والشرب مش موفق، اذا كان نشرب ميه مش صالحه، حد مدور علينا. عندي انا جريح كل يوم بدي اخذ دواء، الي اليوم بالضبط ايه 45 يوم ما اخذتش حب دواء، انا من غير دواء صرت على رجلي. كنا وين ماها اعكز اقدر امشي، شايل نفسي، اليوم فيش مش قادر امشي. حتى روشتات ملف الطبي تاعي طال في بيتي، ما لحقتش اخذه معايا. احنا بشر، احنا مدنيين، بدنا نعيش. يا بتعيشونا زي الناس، يا روش علينا كمان وخلصونا. الحمد لله.